كان بفيديو جديد، واليوم الفيديو اللي قلنا راح يكون عبارة عن دريم ليجا. طبعا انا كنت عم بلعب مباراة بس حبيت اني كفيكم اياها بهالفيديو. طبعا راح نصير نلعب اربع مطوش باليوم، نحاول نصمم المصاري ونحاول نجيب لاعبين. فهلا بدنا نشوف كتر حاجة، خلينا نشوف مين يجيب جوال. طبعا هي تشكيلته مثل ما شايفينها. طبعا هي اوكي، فهلا رح بلش العب. اوكي، هل اي معنى الطابة؟ لا ما بيروح. ايوه هولد، ايوه روح افتح لي فوق. ايوه يلا بس، يو ايوه رهيب، يا الله ايوه يلا يلا بك 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 رهيب. يلا جول 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 جول، قام الحارس ترجع جول. يا الله دفاع، صح قام الدفاع. يلا 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 اشتون اشتون، ما بيروح مداش يوني يسجلوا. روح ايوه ايوه يلا بدنا ننهي المباراة، بلاش ننهي المباراة، بلاش ننهي المباراة. البنالتي، لا بنالتي بنالتي. اوكي حسب ما الحكم ما حسب فيها بنالتي. اوكي يلا روح، هذا الكابتن اقوى. روح رايض، ايوه رهيب، شوط جول جول جول، ننهي المباراة. انا هناها خلاص، انتهت المباراة ثلاثة ولا شيء. ايوه رايك كيف راح الشوط المرجان اخذناها، شوطة ولا اربع اخذها وصوبها بالجول. ما تنسى دي حارس، حارس اي واقف عم يطلع فيها. اوكي يلا يلا، يمدينا نحط الهدف الرابع، فينا نحط الهدف الرابع ان شاء الله. تحدى حالي احط الهدف الرابع، تحدى حالي. يلا يلا روح 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 يا وحش، روح رهيب. يا الله لا انتهت المباراة، خلاص انتهت على الشوطة وانتهت. يمكن في اخر هجمة اذا اعطانا ضايع، يا سوى الضايع. يلا الرابع روح، فاول ايوه الرابع الرابع جول. لا كيف كيف ضيعها، يا الله سلام. ني حد في هجمة، راحت الهجمة، خلص الوقت. قدرتش اني احط الهدف الرابع، فاوكي هذا افضل واحد مباراة حد جولان. اوكي نحن منتظرين الاول بالجوال، بالجي دي هاي سبعة، نحن منتظرين المهم. فهلا راح اوجيه لانه هن عم يقولوا انه فتلوا، بس مش حفتلوا هون ولا لهونيك. طبعا طلع شايفين معي 900 وشوية، رح احاول اني اذا لقيت لي لعيب قوي جيبه، طبعا بس معيش 1000 وشوية بدي اجيب لاعبين كبار مثل الماضي ان شاء الله. طلع عنا في لاعبين منيح بس ننطر نجمع شوية مصاري. اوكي فهلا راح نصير بالتالتة، طبعا راح يصير غير رقتكم، نحن المرة رح نلعب رقتكم، انا بهالقتكم وخلينا نفوت نلعب المباراة. نقرب انا تعود علي نقرب. يلا ما بيت مع المباراة مع الطابة، شكله من القوية. لا راح 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 راح، ما بيروح ايوه لعيب ما بيروح. يلا ايوه روح يا وحش، روح روح وبابا مهارة مهارة اهو كاتنا مهارة. يا الله روح 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 اصلا ايوه رهيب رهيب يا رب. يا الله في غلط بالتشكيل هلا راح اعمله، في غلط في غلط، شفت قلت لكم في غلط. انا بلعبها 4-3-3 وفوت هذا لهون ومفوت ويرسن لهون، مو اكثر التشكيل اول. لا هون هون افتحها جنب افتحها جنب، اه روح بس انا عرضها والدبل كيك، حاول اعملها دبل كيك بوريكم انه بيعملها دبل كيك بالمهكر هيك كنت اعمل، بس كمان عملت له فول مات فراحت المهكر. يوي اشت يا الله، لا لا بتقدر بتقدر، ما بيمر ما بيمر، انا اذا مر في احتمال يحط جول. لا 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 لعبة بس اتجاه غير اتجاه بطريقة حلوة، بس نحن عشرة موجودين.
يلا راح جول، يلا جول جول كمان، الله حط جول جول، يلا العب العب، يلا اخدها. ايوه لعيب صوت، يلا اوفسايد باين، لا طب اصلا انا اوفسايد، انا عنديش حد جواب، بدي احاول اعمل دبل كيك، تحط جول دبل كيك، ما هو دي حد جواب بتاعنا، لو بحمشي 1-0 2-0، يلا بتاع روح روح روح، مش شفتش حدا جوا، ايوه ايوه انت روح. لو وصلت له هديك كده بدي شوطه، بس اكيد كان حوار فيه. ايوه انا لايكو لايكو لا، ده اللي كان بيعملها. بطلع بس بدي احط جول هلا، بديش احط دبل كيك، انا شكلنا راح نخسر هيك صدقوني، حشوت شوطه غير طبيعيه بتاني اصلا، شكلنا كان جول، كان جول تسلوا، ايوه فليك فليك احسن ما كنا، كان جول ايوه، ايمي مدافع كده. اوكي ما بدأت الشوط الثاني، رح يروح بيرسون، يروح راح بيرسون راح، هلا تشكيل الأساسية صارت، راح بيرسون راح، ايوه ايوه يلا كان راح، يلا روح بيرسون، بيرسون راح خذ الطابة، يلعب هلا بيرسون، بيرسون يلعب ها با 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 رايح، بيرسون راح، بيرسون راح با با با، حسين يلعب كورة، كومان كومان مان، يو 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 روح روح، يا الله انا خلاص هلا هاي تقول اذا شط يا يو يو يو، لعب لعب بس حلو، بس حلو، حاول 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 حاول، شو بدي احكي عنك، يلا شوف الأهم من جول كورة في بسيرتك يا خطة، الصراحة ما طحت منيح، بس انت هلأ صرت مثل القبيح، يا ريتك لعبت منيح، لأنك هلأ مثل القبيح، دن 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 مثل القبيح، يا لعيب يلا برسن رأسي، يلا يلا اشتر 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 كيستر عوارضك اشتر عيب، يبا هيك 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 هيك، ايوه يبا يلا بيني بيني بيني، يا عمي العب لي يا بيني، هيخلص الوقت بالتعادل شكلنا، لا 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 مستحيل تعادل، لك لا من رأيي مطرح بصير خسرنا، بس في احتمال بعد في وقت، بعد في وقت وزيانا كمان جوال كتير، نحنا هدي لانه هو كتير بطيء، مشكلة انه بطيء، لو سريع اوكي كنت خليت معه الطابة، بس انا جبالي اعطيه لها القمن، المال هو اسرع، ما اعطوني هالقدام آه. لا وين فلسطين، يا الله اخذها بس لحق شيء، كنت انا بدي اجيب له اياها تين تحت الجبل، ايش الوضع؟ يي 90 دقيقة 90 دقيقة منيح، انا شكلها فيها تهاون تأهل قصدي، راح يلا هي جول هي جول، وعدتكم انه في شاطئ صاروخية رح تجيب قلب الجول، وعدتكم هاي الشاطئ الصاروخية، طب برص الجول، طب ما حقطع ولا شيء، حيتركوا هيك 4 دقايق يعني مشي بده، بعد نلعب هلا ماتش، نحن نلعب 3 متوش هاد بتوقع يعني من دون قصص اكيد يعني، يلا يلا روح روح، راح اقصص لكم شوي هلا من الفيديو، اوكي فاجاني هلا عندي خطأ
وحبيت امشيكم فيديو. يلا باشتو. اوه جيب العيد جيب العيد. ايه فاضني جول الهدف الثالث تاني قصدي مش التالت. اوكي فبزلنا هلا صرنا باخر الوقت، خليكم معي بالمقطع. والله يكون فيها من خطير عندهم شكله، فراح خليها. روح له روح له روح له لعيب. لا لا نزلوا منيح نزلوا شو لك الاخر بتاعها هجمة خطيرة. لو انت وبعد فوزنا طلع كمان اقوى واحد، فضلتوا لما صارت 25 منيح. تأهلنا ضد هذا الفريق. اوكي هلا خلينا نشوف اذا في واحد مصيريتنا يكون شوي قوي. ليفاندوكسي بس معيش حقه. شوف نشتري. انا بفضل انه ننطر اكتر صراحة، في لاعبين قوية ما يحقن، بس بفضل انه ننطر. فرجيني في بيع. لو فيش بيع، لو في بيع كنت بعتها، بعت اغلى واحد بيناتهم. صار معي منيح مصاري، شفتوا كيف؟ صار فيش يعني حدا انه قوي لاشتريه. ننطر فيش ورا، لو ما يحق بس ليفاندوكسي معيش حق فايل ما بيقص. ننطر. طبعا رح اورجيكم تشكيلتنا وانهي الفيديو. تشكيلتنا هي هاي الاساسية 4-3-3. رح هذا رح يكون هون، هذا رح يكون بالنص. طبعا هذا هو حارسنا انا مقوي رح يصير 70. هذا هو الكابتن قوي اللي هي اللي بدي ياخذ منك المصاري. كيف رح نظبط اشي لنا وورجيكم. اول طاقم راح يكون لنا اوكي، فحاليا ها هو اول طاقم لنا، وراح نغيره ليصير تاني طاقم. طبعا طاقم الحارس راح اخليه مثل ما هو، مش راح اغير، راح اغيرها وراح احط يكون حلو وبرجع لكم. اوكي فحاليا ها هو تاني طاقم لنا. طب فهون نقطكم اللي عملناهن راح اورجيكم اياهم هون. ها هو الطقم الاساسي، طقم اساسي طقم مش اساسي، وهذا الطقم الازرق مثل ما شفنا هون منها. فمفكر اني العب مباراة بس احط لكم فيها كم لقطة وبس. قلنا لمصلحتنا يلا يلا قولها. اول حاجة تفضل كلها هجمة خطيرة عندهم، ممكن يسجل فيها. لا مرتدي مرتدي منه منه مرتدي 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 راح راح روح روح قول 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 جول. وفرحة كبيرة من لاعبنا سجل جول، فرحة كبيرة كتير من اللاعبين اللي قاعدين برا والكاب والحق المدرب لنا. اوكي في ممكن هجمة خطيرة عندنا راح اقشطها. حبيت اني احكي لكم هيك شوي لقطات صغيرة مثل هلا شايفين جول، يعني في جول شنيا كيكة. راح احكي لكم كم لقطة هيك بمثل الوقت مثلا التاني قفت وقريب شوي راح يخلص يعني. لا برا هجمة خطيرة شوت. لا وين قد صار بغاك 71. اوكي فاجت عندهم بيلانتي، فان شاء الله نقدر صده. لا رجع بالمباراة وحط هدف الاول، فان شاء الله يربحوش. هلا دخل مش وقت توقف الفيديو وارجع مشي. صراحة كتير عم بتلبك انه انت تجي هجمة خطيرة وهيك، فلا خليكم معي بزي صرنا بالدقيقة 80 يعني. كي روح يلا كمان رحيم رحيم يلا روح روح جولك 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 شوت. وين بعيد بعيد يا عمو. اخر اخر خمس دقايق
اوكي حلوة. قول لا يلا 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 يلا. لعيب 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 يا بيرسون. شوت جول بآخر دقيقة بنحط الجول. لعيب لعيب رقم 15 بيحط الجول، والدقيقة تبعت الفيديو صارت 15 فتحولت لما بعض حد الجول. يلا اشطو يا بركي من شوطه. اوكي تمام ما شو مثل شايفينكم من افضل لاعب مباراة، اتوقع انه صنع جول وحط جول. طبعا حط سولو بانتي. نحن متصدرين ب9 نقاط واللي خلفنا 7 نقاط. كيف اللي نعمل نفوت كمال طاولة؟ طبعا انا مش راح طاوله صراحة، جدا غالي التطوير هناك. الملعب جدا حلو، شو طاوله مش ضروري، المهم ملعب يلعب فيه. فرح خلونا نشوف في شي لعيب او ما حقه الصراحة ما، بس احاول خلف الكواليس اني جمع مصاري منيح. ناشي راح تجوا تلاقوني صار معي شي 1400 1300 هيك شي يعني، لا شو يعني 1200 اقل شي. فاتمنى تكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، شو رايكم عجبكم حبيت، اذا حبيت تعطونا لايك وشير وسبسكرايب وباي.